غادي نمشيو ناخذوا لاله فتيحه وناخذوا شمه كذلك. السلام عليكم فتيحه. صباح الخير لاباس عليك. اهلا وسهلا، اش اخبارك لاله؟ دايره مزيان. كلشي مزيان. كنحييك وكنحيي الضيفه اللي معاك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. وكنحيي اختي بشاده بعد اللي عاد هضرات. اييه كنحييها بزاف، كنقول لها ما بقاش كتصل بيا، قلت تصل بيا. واخا على الراس والعين فتيحه. الله يهديك. وكنشكرك بزاف. نقول لهم فتيحه من فاس عيطي ليها بشرى راه توحشاتك. يلا. شكرا. انا نعطيك السافانيغ بالكروفيت. شنو هي؟ سبانيخ بالكروفيت. واخ. الله. وواحد الشوربه ديال الجزر ديال شوربه الجزر ديال الحميه. مزيان. يلا. قبطه ديال السافانيغ. ونص حبه ديال الفلفله حمراء. شويه ديال الابزار. و 125 غرام ديال القمران مقشر ومعلقه كبيره ديال الزيت الزيتون وبيضه. طريقه كنغسلوا السبانيغ مزيان وكنشفوه من الماء وكنقطعوه وكنديروه في المقله وكنضيفوا عليها ديك الفلفله الحمراء مقطعه رقيقه وكنبقاو نحركوها نحركوها مزيان حتى تتبخر من داك الماء اللي فيها. هكا اختي سميه فهمتيني؟ اييه. وكنديرها في الطبسيل ديال الفرن. كنديرو داك السبانيغ كنديرو في الطاسه اللي كيدخل الفران وكنستو داك القمران من الفوق كنستو فوق منه وكنضيفو ديك البيضه وديك زيت الزيتون وكنعاودو نرشو شويه بالملح والابزار وكندخلوها الفران على 220 مده 20 دقيقه وبالصحه والراحه كيتكل سخون. كيجي رائع هاد القضيه هادي. تاهي تبارك الله عليك فتيحه. زوينه. والشوربه ديال الجزر نفس تبعين الحميه كتجي زوينه. أربعة ديال الجزرات على حسب اللي بغى يدير بزاف يدير بزاف، نعطيك غير المهم الطريقة. واخا. أربعة ديال حبة الجزر ومعلقة كبيرة ديال الكرفس مقطع رقيق ولترو ديال الماء وملح ومعلقة كبيرة ديال الجبن، جوج معالق كبار ديال الجبن الخالي من الدسم. وصافي. وكنقطعو داك الجزر كنقطعوه مزيان كنغسلوه ونقيوه ونغسلوه ونقطعوه وكنديروه تسلق. كنديرو نطلقوه في الكوكوط. كنديرو ليه شويه ديال داك الكرافت كنديروه معاه وشويه ديال الملحه وصافي. ومني كيطيب عاد كنديروه في خلاط كهربائي. وكنطحنوه وكنضيفوه مع داك الجبن تاهو كنطحنوه. عاد كنديرو داك الجبن في المولة في خلاط كهربائي وكنطحنو مزيان وكنرجعوه يطيب. اييه. كتجي زوينه ويعني الناس اللي متبعين الحميه. صح. بغيت ديري ليه بزار كيبقى اختيار، انا كنديرها غير هكا كتجي زوينه. تجيب بمذاق ديال الجبن يكون افضل، يعني غيبننها هكا المذاق. هذاك الجبن كيعطي واحد النكهه خاصه. تبارك الله عليك لاله فتيحه، صلى على النبي. الله يبارك فيك حبيبه. تشربوها وليداتك بعدا تيبغيوها؟ تشربوها؟ تشربوها وليداتك؟ تشربوها، تشربوها اللي متبع الحميه تيبغيها، انا كنديرها له دائما تقريبا. برافو عليك، اسره تبارك الله كتبان نظام غذائي صحي. ما عندي ما يتسالك فتيحه، نهارك مبروك وشكرا لك بزاف على الاتصال.